أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجريت عملية زراعة الشعر في مقدمة رأسي، وأثناء قيامي بفريضة الحج وأيضا العمرة وعند الحلق رأسي لا أتعرض لمقدمة الرأس وإنما أقصر من جانب الرأس، هل عملي هذا صحيح؟ ليس بصحيح. تقصير من جميع، من مجموع شعر الرأس، ما هو من الجميع، من المجموع، مجموع شعر الرأس المقدم والوسط والمؤخر. نعم. نعم. هل يلزمه شيء؟ إذا كان أخذ أغلب شعر رأسه وهو ما يدري يكفيه إن شاء الله، لكن في المستقبل يكون عنده معرفة بهذا. نعم.